تتواصل فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام. وللمتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العينين. باسم، دعنا في الأجواء لديك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية. أجواء كلها فرحة تنشرها 33 فرقة من الفرق التراثية من شتى أنحاء العالم أتت إلى مصر تلبية لدعوة من الفنان انتصار عبد الفتاح، هذا الرجل الذي دشن لهذا المهرجان ليضع مصر في خارطة طريق جديد، خارطة احتضان الفنون التراثية الشعبية العالمية، ليعلم الجميع، لتخرج رسالة، رسالة محبة وسلام من مصر مفادها للعالم أجمع، بأن مصر تقول للإنسانية بأن اختلافنا هو للتنوع والثراء وليس للاختلاف والفرقة. هنا في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية يستمر أو تستمر فعاليات مهرجان الطبول في نسخته للسنة العاشرة على التوالي، بحضور لبعض الفرق المشاركة بالتوازي مع بعض الأماكن الأخرى التي تقام بها اليوم فعاليات فنية أخرى. هنا اليوم لدينا عرض من فرقة من دولة جنوب السودان، وبعدها كانت هناك فرقة من سريلانكا قدمت عرضا فنيا، والآن العرض الرئيسي لأمسية الليلة لفرقة رضا للفنون الشعبية المصرية، وهي التي تحظى بمتابعة كما نسمع في الخلفية، متابعة من الجمهور الذي احتشد منذ وقت مبكر حتى قبيل بدء الفعاليات ليستمتع بهذا الحدث الفني الذي يحدث كل عام للعام العاشر على التوالي. ومن إفادات الجماهير أيضا ومما أسعدهم هو دور الدولة ودور وزارة الثقافة في إنجاح هذا الحدث، بأن جعلوه طبعا في أماكن شعبية تمتاز بكثافات سكانية عالية وبالتالي متابعة كبيرة من كل الطبقات، وأيضا جعل هذه المتابعة متابعة مجانية، وهو الذي مكن حتى الذين يعني تعيقهم التذاكر أو المصاريف من حضور مثل هذه الفعاليات من الحضور في هذه النسخة. نعم، إليك. أشكرك جزيلا باسم أبو العينين مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من دار الأوبرا المصرية.